السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وكل عام وانتم طيبين وبخير. بمناسبة ان رمضان خلاص على الأبواب، أعده عليكم الله باليمن والبركات. أعزائي المتابعين الكرام، يا ريت اللي أول مرة يدخل القناة أو أول مرة يدخل بأي فيديو عندي يعمل لي اشتراك فضلا وليس أمرا. النهاردة أنا عاملة لكم فيديو طريقة عمل المربى. طريقة عمل المربى هتحتاج 1/2 كيلو، أو أنا عملته يعني بنص كيلو مربى، ومعلقة جيلاتين، وكوباية سكر، ومعلقة ليمون كبيرة، عصير ليمون. هقطع جزء من الفراولة واحطه في الحلة اللي انا هسويه فيها. ودلوقتي بحط الجيلاتين في يعني حوالي 1/3 كوباية او 1/4 كوباية مية او اقل، بدوبها، بدوب الجيلاتين فيه وبخليه على جنب عشان بحطه بعد ما الفراولة بتتغلي على البوتاجاز. هقطع الفراولات كده حتت صغيرة، جزء منها مش كلهم يعني، واحطهم في الحلة. هكمل كل الفراولات كده، هقعد اقطعها وهسيب كام واحدة بالعدد كده، هعملهم في الخلاط. بضيف الفراولة بس ما طلعتش في التصوير، معلش كنت معتقد ان انا بصور والكاميرا كانت مقفولة. وهضيف عليها شوية مية وهعصره. هضيف الفراولات اللي انا عصرتها على الفراولة المتقطعة، معاهم كوباية السكر وحوالي 2 أو 3 كوباية مية، ومعلقة الليمون الكبيرة، عصير الليمون. وهقلبهم مع بعض. قبل ما احطهم على النار هقلبهم كويس جدا. المهم لما تحطي بقى الفراولة على البوتاجاز اوعي تسيبيها خالص. انا بوريكم اللي هو الحجم بتاع الكوباية، مقدار الكوباية اللي انا حطيت بيها المية، حوالي 2 أو 3 كوبايات بالظبط. اياك تسيبيها على النار وتخرجي، هتلاقيها ترجع تلاقيها سودة، تمام؟ يعني وهنتي فاتحة البوتاجاز اوعي تسيبي المطبخ خالص وتخرجي. وهي 1/4 ساعة بالظبط، وكمان اقل، ممكن 10 دقايق، وانتي جنبها تقلبي شوية وتستريحي وترجعي تقلبيها تاني. هتلاقيها بدأ لونها يغمق وياخد شكل الايه، المربى او العصير الغامق. بتقومي بقى في الوقت ده ضايفة الجيلاتين اللي كنا مدوبينه. انا لما لقيته جامد قوي زودتله حوالي كده قد 2 أو 3 معالق مية كبار عشان بس يفك تاني. بس بتضيفيه على الفراولة والعصير، وأول ما هيبدأ يغلي عشان يعني تحس ان هو بقى بدأ يمسك بقى بعضه، يبقى فراولة مربة فراولة وكده، بتشيليه من على النار. وأنا بخلي الخليط يغلي شوية على النار ولحد ما يبدأ يعمل شكل المربى يعني يتماسك كده، هقوم قافل عليه.
هو بالظبط كده اخد حوالي ربع ساعة، ما اخدش كتير زي ما في ناس بتقول ساعة والكلام ده، لا. وكمان لازم اكون واقفة جنب الخليط وهو بيغلي بتاع المربى. تمام كده، انا خلاص شلته من على النار، بستنى طبعا لما يبرد. عندك اي برطمانات بتاعت مربى؟ عندك ليه الكوبايات بتاعت الجبنة الشيدر السايلة، بتقومي مفضية فيها، وطبعا بيكون في غطا بتاعها، وبس كده المربى. وهتشوفوها طبعا لما بقى تبرد شكلها بقى عامل ازاي. وزي ما انتوا شايفين كده، النص كيلو ملا كوبايتين من اللي هي الجبنة الشيدر، واعتقد لو فيه برطمان كبير كان هيبقى برطمان كبير على طول. يعني حبة كويسين، مش حبة مربى كويسين، مش قليلين. بنخليها لما تبرد خالص عشان نعرف بقى نحطها في التلاجة، وهطلعها من التلاجة بقى معاكم وهتشوفوها بقت عاملة ازاي. بعد ما حطيتها في التلاجة وخلاص اما بردت، يعني حطيت الكوبايتين في التلاجة، وده شكل المربى زي ما انتوا شايفين، احلى مربى طبعا. لو عجبتكم بقى ما تنسوش بقى تعملولي اشتراك للي ما مش حاطط مش عامل اشتراك، ولايك، وتشيروا الفيديو فضلا وليس امرا. ودمتم في رعاية الله وحفظه، وكل عام وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي. İhtiyacım var, sana gel, sana gel. Bir vakit yaradın, yine gel, yine gel. Sakinme yarım, bana gel, bana gel. Gözlerim yolda, kulağım sesledi. Ah meleğin ürem seni istedi. Ürem derdim, ben usulmam ama. Dertimle deli divana hastadı. Gel yine yarın görüşek, görüşek. Oh efendi kimi gizleyecek, sevişek.